طيب تعالوا بقى نبتدي مع حضراتكم سلسلة أخبارنا في حلقتنا النهاردة، والبداية هتكون مع رسائل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لينا لشعب مصر فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا. امبارح وجه السيد الرئيس يعني عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير والاحترام لكافة الأطقم الطبية التي لا تزال تبذل الجهد في الحفاظ على الحالة الصحية للمصريين في ظل أزمة كورونا. كلام الرئيس حمل الكثير من الرسائل الحقيقة عن وباء الكورونا. الرئيس أكد أن الوباء مازال مستمر، وبالتالي حرصنا يجب أن يستمر هو الآخر، وبالتالي الإجراءات اللي لازم تتخذ للحفاظ على أنفسنا يجب أن تستمر هي الأخرى. الحقيقة يعني ما نقدرش ننكر أن الدولة بتعمل بشكل جيد جدا لمحاولة الخروج من الموجة الثانية من وباء كورونا بأقل قدر ممكن من الخسائر، لكن أكيد ده هيكون محتاج وعي كبير مننا كمواطنين عشان نضمن سلامتنا باتباعنا للإجراءات الاحترازية. احنا بنتكلم على حاجة احنا اللي بندفع ثمنها، مش واحد جنبنا مثلا، مش ناس غيرنا. يعني لو أنا خدت بالي من نفسي هراعي نفسي وهبقى مأمن أهل بيتي، لكن لو أنا بتصرف بإهمال تجاه هذا الأمر وده موضوع في منتهى الخطورة، ده يعني حرازي غيري كتير. إهمال واستخفاف بالقصة طبعا. يعني خليني أقول لحضراتكم برضو استكمالا للخبر ده، جاءت أبرز رسائل السيد الرئيس للمواطنين. أولها إن هو قال نفذنا إجراءات عديدة فيما يسمى بالموجة الأولى ولا نريد الوصول لذات الإجراءات. الرئيس كمان أضاف هنا اللقاح الحقيقي هو الوعي والتعامل مع الوباء لكي يكون حجم الإصابة لأبعد الحدود، وكمان قال أخذنا إجراءات على المستوى الاقتصادي إلى جانب أثار هذه الأزمة، ويجب أن لا نجلس في الأماكن المغلقة كثيرا، وعلينا احترام التباعد الاجتماعي وألا نعتبر الماسك وسيلة مزعجة. والرئيس كمان أضاف وقال في رسالته المواطنين ممارسة الرياضة ضرورة لهذه المرحلة، ودي نقطة مهمة في إجراءات مواجهة كورونا. بتهيألي دي رسائل كلها مهمة، لازم زي ما احنا بنقول يعني نلتزم إلى حد ما في الموجة الثانية. ولكن أنا عايزة هنا بس أضيف حاجة برضو يا كريم، فكرة هنا حديث سيادة الرئيس على إجراءات يعني اللي هو يعني في إجراءات اتخذت على المستوى الاقتصادي. فعلا عايزة أقول لحضراتكم إن أنا كنت امبارح تحديدا بقرا زي منشات كده، تقرير كان معمول على أحد المواقع يعني الكبرى ومش المصرية على فكرة، كان العنوان كده بالظبط صمود الاقتصاد المصري أمام كورونا، ده كان عنوان الخبر. وكانوا بيتكلموا بقى في تفصيل الخبر في نقاط كتيرة جدا، يعني من النقاط اللي أنا جمعتها برضو عشان أشارك حضراتكم فيها، تحدثوا إن مصر حققت هنا أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم، ده رقم واحد. رقم اثنين تراجع معدل البطالة إحنا بنقيسها في 2020. ارتفاع الاحتياطي النقدي، وأنا كتبت لحضراتكم الرقم تحديدا لمصر ل 39.22 مليار دولار. ما حصلش أي تأخير، وإحنا ده كلنا يمكن لمسناه في أي سلعة أو أي احتياجات للمواطن المصري. وكثير يعني منه اللي التقرير ده لحد من حضراتكم عايز طبعا ممكن يخش على جوجل، موضوع بسيط جدا، يكتب صمود الاقتصاد المصري أمام كورونا. ففعلا في إجراءات كتيرة جدا اتخذت، ودي حاجة كويسة. ولكن علشان نقدر نقول إن احنا هنعدي من الموجة التانية برضو ولا نصاب سواء في صحتنا أو اقتصاديا برضو، أتمنى إن احنا فعلا نتوخى الحذر ونلتزم بالإجراءات اللي الدولة دايما تتحدث بشأنها يعني.